عندها مدار خاص أولا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثانيا باستضافة الكاتدرائية الجديدة كاتدرائية الميلاد المسيح لهذا الحدث أو هذه المناسبة المقدسة، أيضا افتتاح مسجد الفتاح العليم. رسالة مصر عبر هذا الاحتفال والرسائل التي دائما ما يحرص عليها السيد الرئيس في هذه المناسبات؟ هي طبعا رسالة بترسخ الرسائل اللي صدرت قبل كده من مصر ومن الدولة ومن السيد الرئيس شخصيا بتصحيح المفاهيم المغلوطة في الدين والتعايش وقبول الآخر والبعد عن التعصب. دي رسالة، اليوم ده يعني هتبقى رسالة تاريخية ويوم تاريخي يسجل في تاريخ مصر، واستمرار يعني الرصيد الحضاري ودور مصر الريادي والحضاري في هذا الإطار. اليوم احنا يعني السيد الرئيس بصدد افتتاح أكبر كاتدرائية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بسعة حوالي تقريبا 10,000 مصلي على مساحة 16 أو 17 فدان، كذلك مسجد الفتاح العليم على مساحة 60 فدان بسعة كلية حوالي 12,300 مصلي في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. رسالة قوية جدا، برسالة محبة، رسالة سلام، رسالة تعايش، رسالة رقي وحضارة ومحبة وتعاون مع الجميع. وإن شاء الله هذا الاتجاه زي ما السيد الرئيس دايما ما بيكرر وبيطرق على هذا الوتر، ده اتجاه ومفاهيم سوف يتم يعني ترسخها في مصر ومن ثم تكون عابرة للحدود لكل محيطها الإقليمي. فزي ما حضرتك قلت هي رسالة قوية ورسالة واضحة، وأعتقد أن العالم كله بيشهد هذا اليوم التاريخي في مصر، وهناك حضور كبير سواء من داخل مصر أو من خارجها وأيضا من السلك الدبلوماسي المعتمد في مصر. الاحتفال يا فندم اليوم بتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة في أول فعالية ذات طابع ليس فقط محلي وإنما أيضا عالمي زي ما سيادتك أشرت. حرص السيد الرئيس على متابعة أحد أهم وأبرز المشروعات القومية اللي بتدشنها الدولة في الفترة الأخيرة، العاصمة الإدارية على رأس هذه المشروعات، ويمكن متابعين زيارات سيادته التفقدية لبعض المشروعات التي تقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا لو حضرتك لاحظت أن آخر مرة ممكن تكون سيادتك جيت هنا من فترة، أن في تطور كبير جدا بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار اليوم. طبعا المتابعة من السيد الرئيس متابعة على مدار الساعة في كل المشروعات التنموية في الدولة، من ليست فقط العاصمة الإدارية ولكن كافة المشروعات سواء المشروعات الإنشائية أو الإسكانية أو المشروعات في كافة القطاعات. طبعا ما يحدث في مصر من إنجازات بوتيرة متسارعة في إطار زمني قليل جدا، ده بيعتبر يعني بالمقاييس الهندسية والإنشائية العالمية يعتبر إنجاز كبير جدا. وحضرتك أكيد شاهدت ما ذكره رئيس شركة سيمنز العالمية بأن الثلاث محطات الكبرى اللي تم إنشاؤهم في مصر ومنهم محطة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة تمت بمقاييس وفي توقيتات غير مسبوقة في تاريخ الشركة، والشركة شركة عريقة يعني تاريخها فوق 100 سنة. فالسرعة مهمة جدا، سرعة ليست هدف في حد ذاتها ولكن هي عنصر مهم جدا لمكمل لعملية التنمية للحق برجب التنمية وبمصاف الدول المتقدمة. وده دائما ما السيد الرئيس طبعا بيؤكد هذا وبيطرق على هذا الوتر. السرعة مهمة، كافة المشروعات القومية باختلاف نوعيتها بيبقى فيها معيار، ثلاث معايير رئيسية: معيار السرعة، معيار انها بتتم على اعلى معايير هندسية وانشائية في العالم، زائد التكلفة الاقتصادية المناسبة وضغط الانفاق عليها. سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. كل سنة وسيادتك طيب ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير وبصحة وسلامة وجميع السادة المشاهدين طيبين.